إذن أهم مفردات الدرس الثاني هي ice skating بمعنى تزحلق على الجليد، و fell over بمعنى سقط، و partner هو الزميل، emergency الطوارئ، in a plaster يعني في الجبس، و details التفاصيل، x-ray هي الأشعة، و I'm afraid so أخشى ذلك. زين، رح نأخذ نموذج عن الأسئلة. Your wrist is probably broken but you need to have فراغ to make sure. رح نحط وحدة من ضمن الكلمات بالفراغات. زين، رح أحط X-ray يعني رسخك محتمل أن يكون مكسور. أنت تحتاج to have X-ray بمعنى تأخذ أشعة حتى تتأكد. I'm going to put your wrist in a blaster. In a blaster يعني أحط الرسخ في جبس، يعني أجبس الرسخ مالتك، because it's broken لأنه مكسور. I have to write down your name and all your other details. إذن details هو الجواب الصحيح. إذن النقطة الأولى كانت X-ray، والثانية in a blaster، والثالثة كانت details. أوكي، بهذا الشكل انتقلنا إلى صفحة 4 من كتاب النشاط، يشمل موضوع past continuous past simple. ملاحظة مهمة، إحنا القواعد رح نأخذهن على السبورة، لكن أنا رح أشرح لكم فد مختصر مفيد عن القاعدة. زين، لأنه رح نروح إلى التمرين الخاص بالقواعد. زين، we can use the past continuous and the past simple in the same sentence to show that one action happened in the middle of another action. شنو معناته؟ الماضي المستمر والماضي البسيط اثنيناتهم ممكن استخدمهن بنفس الجملة. اوكي، جملة مثلا او جملتين اربطها مع بعض، استخدم وحدة ماضي واللخ ماضي، ماضي بسيط طبعا، واللخ ماضي مستمر للدلالة انه اكو حدث صار وقطع حدث اخر. يقول هنا we use the past continuous، نستخدم الماضي البسيط for the longer action، الحدث الأطول استخدم له ماضي continuous مستمر، والحدث القصير نستخدم له ماضي بسيط. مثلا I was ice skating، أنا كنت دا أتزلج، فالحدث هنا طويل، أنا كنت دا أتزلج، أوكي يعني مستمرة بالتزلج مالتي، and I fell over، بهاي الأثناء سقطت. فالسقوط هو حدث قصير وهذا هو حدث طويل. زين، وبعدين نعطيكم استخدامات while و as، واستخدامات when و and. قايل لي انه الوايل الجملة اللي بعدها تكون past continuous، و as ايضا نفس استخدامات while، وايضا يجي بعدها ماضي مستمر بعد الاز. زين، و when يجي بعدها ماضي بسيط، و and أيضا يجي بعدها ماضي بسيط. ملاحظة أنه الوين يجي قبلها ماضي مستمر، وأيضا while الجملة الثانية، أوكي هاي الجملة أيضا ممكن تأتي بالبداية وتكون هي ماضي شنو بسيط. زين، خلنا نروح إلى المختصر مفيد عن الماضي البسيط والمستمر. أوكي، الشرح أمامكم. الماضي البسيط والماضي المستمر، يستخدم الماضي البسيط للتعبير عن حدث حدث في الماضي ولم يعد له وجود الآن، ونستخدم معه الظروف الآتية. يعني إذا شفنا last، ago، yesterday، in the past، once، هذا معناته إحنا شنو عندنا ماضي. يكون الفعل في زمن الماضي البسيط أما قياسي أو غير قياسي. مثلا ask صارت asked، شوفوا هنا تنقري ت، asked، أوكي مو asked خطأ لأنه إجا قبل الكي فينقري ت. decide decided،
travel, traveled, study, studied, و play, played. زين، انتبهوا هنا نظفت إيدي، هنا نظفت فقط دي، أوكي لأن منتهي بإي، هنا أنا ضاعفت الإل لأنه قبل الإل أكو حرف علة، فإذا عندي حرف صحيح منتهي قبلها بحرف علة. انتبهوا اللي هاي الملاحظة، أوكي الملاحظات كلها عبارة عن شنو؟ عبارة عن إملاء، يعني لما أني أضيف إيدي للفعل شنو التغييرات اللي تصير عليه؟ شوفنا أنا study صارت studied، الواي قلبت إلى I وضفت إيدي لأنه الدي حرف صحيح، لكن هنا أنا ما قلبت الواي، رأساً ضفت إيدي بهذا الشكل. هذا يجي على شكل إملاء بالبكالوريا. عندنا أفعال شاذة، مثلاً go صارت went، do صارت did، hurt hurt نفسها، وread read نفس الإملاء بس طريقة القراءة تختلف، كأنه دا أقول كلمة أحمر، وكات كات وبوت بوت. شوفوا بعدين قايلي مثلاً decide ضفت لها بس دي، close closed، use used، arrive arrived هالشكل. بعدين كاتب لي إنه هنا البي ضاعفت البي الحرف الأخير، ليش ضاعفت البي؟ لأن إجا قبله حرف علة. إذا انتهى الفعل بحرف صحيح وقبله حرف علة واحد، فنضاعف الحرف الصحيح ونضيف إيدي. أوكي؟ مثلاً هنا travel traveled، drop dropped. هنا نهم أيضاً تلفتها. شوفوا هنا أنا كاتب ما عدا ذني الكلمات. شوفوا listen و open و open to visit. أوكي بس مجرد ضفت إيدي ما ضاعفت الحرف، مع العلم هو انتهى بحرف علة، أوكي انتهى بحرف علة لكن ما ضاعفت، لأني مستثنات من القاعدة الثانية. يقول هنا إذا انتهى بواي فتقلب الواي إلى آي وضيف لإيدي، study studied، try tried، cry cried، copy copied. أما إذا كان الفعل انتهى بواي وقبل حرف علة فلا نقلب الواي إلى آي، مثلا play played، stay stayed، بس مجرد ضفت إيدي للفعل قبل الواي حرف علة. أما بقية الأفعال عادي نضيف إيدي بشكل طبيعي مثل ما موجود عندكم بالأمثلة. مثل ما قلت لكم هذه تقع ضمن قاعدة الإملاء. زين خلينا نروح للقاعدة مع الماضي البسيط حتى نتعرف عليه هو شنو الماضي البسيط. تكون قاعدة الماضي البسيط في المثبت كالآتي، فاعل زائد فعل رئيسي في زمن الماضي بعدين تكملة الجملة. يعني شنو فعل رئيسي بزمن الماضي؟ يعني فعل بإيدي أو فعل قد يكون شاذ غير قياسي، مثلا go went، أوكي went هنا الفعل مالتها أصلا go و went هو الماضي. بعدين تكملت الجملة. عندنا نوع آخر من الماضي البسيط اللي هو يكون فاعل was أو were زائدا صفة أو حال أو اسم، أوكي يعني زائدا تكملت الجملة اللي نقدر نقول. زين قبل ما نأخذ هذا النوع الثاني خلينا نكمل النوع الأول. I played football yesterday، أني لعبت football كرة قدم البارحة، فانتبهوا الفعل بإيدي هذا ماضي. We went to the cinema last week، ذهبنا إلى سينما الأسبوع الماضي، فعل فعل went. وهدى traveled to Paris 3 years ago، هدى سافرت إلى باريس قبل 3 سنوات. و I was in grade 11 last year، أنا كنت بالصف 11 السنة الماضية. إذن هذا في حالة المثبت، خلونا نروح في حالة النفي. في حالة النفي نكتب هاي القاعدة إنه في حالة النفي نجيب الفعل did not. لما أنا أريد أنفي شقول I did not play football yesterday. أوكي بهذا الشكل رجعت لبلاي إلى الشكل مالته الأساسي وجبت
did not. زين خلونا ننفي we did not go to وكمل الجملة. هنا أنا did أخذت not وبعدين رجعت الفعل went إلى أصله اللي هو go. لازم تراجعون تصاريف الأفعال. زين هدى traveled to Paris. هدى did not travel to أكمل الجملة وأكون بهيك نفيتها. زين هسا إحنا عندنا I was in grade 11. شلون أنفيها؟ بس مجرد أجيب not إلى was أصير I was not in grade وأكمل الجملة. ليش أنا ما جبت الفعل did؟ ليش؟ لأن هنا أنا أصلاً عندي فعل مساعد، فليش أجيب did؟ ما أجيب. أكتب هاي الملاحظة: إذا لم يكن لدينا فعل مساعد بالجملة، يعني مثلاً was where شو سوي؟ أجلب الفعل did. مثل ما هنا سويت I did not play، لأن أنا ما عندي هنا فعل مساعد بالجملة. شوفوا الجملة ما بيها فعل مساعد، هو فعل رئيسي played. ما عندي لا was ولا where، فجبت did من جيبي. لكن هنا أنا already عندي الفعل was، فمجرد حطيت not. زين هنا هاي القاعدة أمامكم: فاعل wasn't أو weren't، بعدين تكملت الجملة. زين في حالة الاستفهام did وبعدين فاعل وبعدين فعل، يعني خلينا نروح على الاستفهام. أوكي، أريد أسوي الجملة الأولى استفهامية، أيضاً أجيب الفعل did. Did you، تقلب الـ I إلى you. Did you play football؟ طبعاً أكمل الجملة وعلامة استفهام، لا تنسون تنزلون علامة استفهام. فجبت الفعل did، حطيته بالمقدمة، بعدين subject فاعل، وبعدين جبت الفعل. لا تنسون الفعل راح أجيبه بدون إيدي، لأن خلاص الدد أخذت مالتها الدي. هنا نهم أيضاً راح أبدأ أنا أسأل، أقول did we want، أقول did you أو did we، حسب إذا أنا دا أسأل نفسي. أوكي we، بس أنا عادة you. أوكي الـ I قلبتها إلى يو، هنا أنهم راح أقلبها الـ we أيضا راح أقلبها إلى يو. حقول لكم أنتم did you go to، أكمل الجملة وعلامة استفهام. لكن هنا I was in grade 11 last year. إذا أريد أسويها question، شلون أسويها question؟ زين أنا راح أسأل كأنه الإنسان المقابلي، أقول where you in grade 11 وأكمل الجملة وعلامة استفهام بهذا الشكل where you in grade. شوفوا أنا ما جبت الفعل did أيضا لأن أنا عندي فعل مساعد. هنا ليش قلبت الـ was إلى where؟ لأنه الفاعل أيضاً أنا راح أقلبه إلى you، فصير where you in grade وكمل الجملة، لأنه الـ you ما تأخذ was وإنما تأخذ where، عرفتوا؟ إذن هذا ما يتعلق ب قلنا شنو الماضي البسيط. خلونا ننتقل إلى الماضي المستمر. الماضي المستمر هو زمن يشير إلى فعل أو حدث
كان يحصل خلال وقت محدد في الماضي واستمر لفترة طويلة نسبياً في الماضي، ثم قطعه حدث ثاني في الحدث الأول ماضي مستمر والثاني ماضي بسيط. هساني راح أفهمكم شنو الموضوع. الماضي المستمر مثلاً أنا البارحة كنت أدرس إنجليزي، فأنا البارحة استمريت مثلاً ساعة ساعتين ثلاثة أني أدرس، فهذا هو الحدث المستمر البارحة، لكن هو استمر لفترة طويلة. بعدين أنا ودا أدرس إنجليزي أكو شخص إجي دق علي تليفون أو دق الباب لنفترض، فقطع الحدث مالتي، فالشخص اللي قطع الحدث مالتي هو في زمان الماضي البسيط. زين، هو هذا الفرق بين المستمر والبسيط. هنا القاعدة مالتي إنه I, he, she, it تأخذ واصل الفعل بها أنجي بعدين تكملت الجملة، أوكي، ووي يو ذي تأخذ وير زائد فعل بي اي ان جي. ضروري تحفظون القاعدة وتحفظون استخداماته، يعني الماضي المستمر أنا شو كنت أستخدمه لما أستخدمه بحدث استمر لفترة طويلة. أخذنا جملتين بالمثبت. She was doing her homework، هي كانت تسوي الواجبات مالتها. وthey were doing their homework، ممكن she، ممكن he، ممكن it، وهنا أنا ممكن they، ممكن you، ممكن we. هنا الجملة في المثبت. إذا أرد أسويها نفي شو أسوي؟ أجيب not إلى الجملة، صير she wasn't doing her homework. بس مجرد جبت not إلى الفعل المساعد، لأن أنا already عندي فعل مساعد بالجملة. زين، they were not or weren't doing their homework بهذا الشكل. إذن بالمنفي نكتب هاي القاعدة، بالمنفي فقط نجيب not إلى الفعل المساعد. أنا أصلا عندي فعل مساعد هنا فما أجيب لا did ولا أي شيء. زين، في حالة السؤال فقط أقدم الفعل المساعد على الفاعل، صير was she doing her homework علامة استفهام. وهنا أنا إذا رح أقدم الفعل المساعد على الفاعل were they doing، أكمل الجملة وعلامة استفهام. هذا فقط ما يعنى بالماضي المستمر. لا تنسون تنزلون البي دي اف حتى يكون عندكم واضح القواعد. ملاحظة حول أضافة اي ان جي، الفعل المنتهي بإي نحذف الإي، مثلا give صارت giving، شوفوا الإي لغيتها، come coming، لكن سي صارت sing وبي being، هنا أنا ما حذفت الإي، أوكي نفسها بضفت ING. كل قاعدة لها شواذ. زين، إذا الفعل ينتهي بحرف صحيح وقبل حرف إلا، مثلا هنا نضاعف الحرف P، هنا sit sitting، run running، track tracking، و stop stopping. ما عدا عندنا listen listening، و open opening، و box boxing، و visit visiting، مثل ما أخذنا بإضافة ed، أوكي تقريبا نفس القاعدة بس هنا نضفنا ing مو ed. الكلمات الآتية بهذا الشكل: die dying، lie lying، و tie tying، هالشكل هنا شواذ. زين، أما بقية الأفعال فنضيف ing بشكل watch watching، steady studying بشكل طبيعي. هنا يقول أفعال لا نضع لها ing مثل forget، now، recognize، believe، feel، suppose، want، need، prefer. هذه الأفعال يقول إنه منضف لها ing لأن هي أفعال الإدراك، أوكي منضف لها ing. أفعال تدل على الملكية have on أيضا، يعني هالأفعال تحفظ، أوكي. وأفعال الحواس الخمسة مثلا taste، smell،
hear hear و feel و see. أيضا ما نضيف لها ing و love like hate و dislike الأفعال الانفعالات الحب والكره. أيضا ما نضيف لها ing. زين خلونا نروح إلى when و while. while و as يجي بعدها ماضي مستمر و when ماضي بسيط. طبعا هي راح تربط لي بين جملتين، فإذا كانت اللي بعدها المرافقة إلها ماضي مستمر فاللغة يكون ماضي بسيط، وفي حالة when و and أوكي فيكون بهذا الشكل. طبعا and ما تأتي في البداية أوكي، لكن تأتي في نصف الجملة. زي خلينا نأخذ مثال. زي المثال أمامكم، we were eating dinner ومصطفى arrived. نحط while و as أو when و and، شو تقولون هنا شو نحط؟ نحط when. ليش نحط when؟ لأنه بعد when الجملة هنا أنا عندي ماضي بسيط، هنا أنا بعد when ماضي بسيط، لكن قبلها شنو؟ ماضي مستمر. بهذا الشكل ممكن تأتي في بداية الجملة، يعني when مصطفى arrived we were eating dinner. هذا الشكل اوكي. زين لنفترض مو وين، قلت لكم حطوا لي while. while وين تحطوها؟ تحطوها هنا. تصير while we were eating dinner، بينما كنا نتناول العشاء مصطفى arrived. أهم شيء عندي الجملة المرافقة إلى while وين تكون بالزمن الصحيح، هنا أنا ماضي مستمر وهنا ماضي بسيط، والجملة الأخرى تكون العكس. رح نأخذ نموذج أوكي. رح نأخذ مثال. Mark was walking in the street when he meet her neighbor فرح. مارك كان walking يعني يسير بالشارع عندما قابل فرح، فيقول correct يعني صحح. بس أباوع هنا أنا عندي وين، فأقول الجملة اللي بعد وين شلون تكون؟ تكون ماضي. فالميت يكون met، يصير met أوكي بهذا الشكل مات. الماضي مال ميت مات، ماضي شنو؟ بسيط. while we work I فراغ hurt my back. correct صحح. هنا أنا عندي while، فالجملة شان راح تكون where working راح تكون ماضي مستمر، والجملة الأخرى I hurt my back هتكون ماضي. فالفعل hurt 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 تبقى نفسه أوكي، مو يبقى نفسه، شوفوا لأن هو فعل شاذ أوكي. هو هذا الفعل هنا راح أكتبه لكم، الماضي مالته نفسه أوكي hurt بهذا الشكل، والتصريف الثالث نفسي. أيضا تذكرون الفعل cut cut cut، أيضا الماضي cut والتصريف الثالث cut و put put put، لأني أفعال شاذة ما يتغير الماضي في الأيدي أوكي، هو يبقى نفسه فيكون بهذا الشكل. while we were working هنا as لو and أحمد was having a shower زيد found him as، هو الجواب الصحيح. ليش as هو الجواب الصحيح؟ لأنه الجملة اللي بعده ماضي ماضي مستمر، الجملة اللي بعده
ماضي مستمر وهنا أنا ماضي بسيط found him. My little brother was playing football when. ويقول complete كمل الجملة. أوكي أنا راح أكملها في زمن أي زمن ماضي بسيط لأن هنا أنا يقول عندي when. My little brother was playing football when I came home. عندما جيت للبيت في came ماضي شنو هو ماضي بسيط. زين خلونا ننتقل إلى التمرين اللي عندكم بكتاب النشاط. هذا التمرين جدا مهم جدا. راح أبدأ أقرأ وترجم. أوكي إحنا شرحنا الماضي هنا أنا صفحة 5 التمرين. أوكي مطينا I think about you and then you ring me. عندي and تربط بين جملتين واحدة ماضي وواحدة ماضي بسيط واللخ شنو واللخ ماضي مستمر. زين while Ali have a shower somebody knock at the front door. While Ali الجملة اللي بعد while ماضي مستمر Ali أخذ was زائد ing وكمل الجملة بعدين أنزل somebody knocks and knocked لأن هاي الجملة الثانية. شوفوا مو هنا أنا أكو عندي فارزة إذا هاي بداية الجملة الثانية somebody knocked at the front door بهذا الشكل. خليني أترجم لكم الكلمات. بينما علي كان يأخذ شاور يعني يستحم أحد ما طرق الباب الأمامي. I clean my room and I find 30 pounds under my bed. هنا أنا عندي and فرح تربط لي بين جملتين صير I was cleaning my room لأن الجملة اللي قبل and لازم تكون ماضي مستمر واللي بعدها ماضي بسيط. Find صارت found وكمل الجملة. بينما كنت أنظف غرفتي لقيت 30 pound تحت سريري. Luckily, Sharifa not drive very fast when the child ran into the road. Luckily, لحسن الحظ, Sharifa was not driving very fast. لم تكن تقود بسرعة عندما the child, شوفنا أنا run, أنا ran into the road. Okay, اليو قلبت إلى أي, أنا فعل, شاذ. وهنا مثل ما قلت لكم حسب القاعدة مدى أسوي أي شيء هنا وين لأن عندي وين فحسب القاعدة أنا دا أمشي. A thief take our clothes while we swim. هنا لا تنقر clothes مو clothes أصير a thief took. شوفوا while الجملة قبلها ماضي بسيط اللي بعدها مستمر. لوي تأخذ where ناني وبعدين ing ضعفنا swim ضعفنا الام ليش لانه قبل حرف عله. هنا take irregular verb فعل شاذ. زين 6 she tell us to be quiet as شوفوا هياتها الاز الجملة اللي بعدها we were making too much noise وهنا she told us tell صارت told. زين خليني أترجم لكم الكلمات. قالت لنا أن نكون هادئين بينما كنا too much noise نفعل الكثير من الضوضاء. 7 my sister hide my purse under the bed while I not look. My sister hid my purse. شوف الهايد صارت هيد. Under the bed while بينما I was not looking. نانا عندي نفي فمن أجيب الواز أحط النط يمها لأن هو مطيني إياها هنا. ومثل ما قلنا الوايل اللي بعدها ماضي مستمر والقبلها ماضي بسيط. فقط تكتبون القاعدة أمامكم تعرفون تحلون. وآخر شيء as she carried the shopping from the car my grandmother slipped and break her ankle. As شفياتها she was carrying the shop بينما كانت تحمل
التسوق مالتها من السيارة، يعني أشياء المتسوقتها. My grandmother slipped. شوف slip صارت slipped. نعتم قريتي لأنه قبلها P، ضعفت ال P يعني قبلها حرف علة. وbreak صارت broke لأنه فعل شاذ. قروا لي الأفعال الشواذ بليز لأنه مهمة كلش. أوكي، وآز قلنا اللي تي ماضي مستمر، والجملة اللي بعدها تكون ماضي بسيط. ممكن هاي الجملة الثانية تكون بالبداية، وهنا مثلا الوايل أيضا ممكن تكون بالبداية، يعني while I was not looking my sister hid my purse وهكذا. إذا هذا كل ما يتعلق بلسن 2. هذا مهم، راح تجي على نفس النمط الأسئلة. أوكي، إلى هنا ينتهي درس اليوم. شكرا لكم وانتظروني في درس جديد.